السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله وبالف خير يا ربي. اليوم غادي نوجد معكم املو اللي معروف في مناطق ديال اكادير ودوك المناطق ديال سوسو. المهم معروف هاد المناطق بزاف، علاش لا ما نصوبوش حتى حنا في الدار؟ يعني كيطلع زوين وصحي وفيه شي حويجات اللي صحيين، ونصوبو غير في الدار علاش لا، بمكونات صحيين وبربعه المكونات تقريبا اللي غادي يجيك املو زوين وتصوبي في الدار على طريقتك وعلى يديك ويجي زوين. ونتمنى اللي اول مره كتزور القناه عندي تضغط لي لايك ودير اشتراك للقناه، ونتمنى ديروا لي شي تعليق زوين. ومرحبا بكم معايا في القناه عندي. اليوم غادي نوجدوا هذا املو اللي هو ساهل، يعني اي واحد غادي اللي تشها شي املو بحال هكا علاش لا توجديه في دارك وتوجديه بهاد الطريقه سهله بزاف. المهم تبعوا معايا الخطوات اللي غادي ندير، ومرحبا بكم عندي في القناه. على بركه الله هانتي هو كيجي صراحه زوين ملي كيطحن. غادي نحتاجو لي الزنجلان من بعد ما غسلتو مزيان ونشفتو وحمرتو غير في الفران، يعني ما درتش ليه هذا ما حمرتوش في مقله ولا شي حاجه، درتو غير في الفران حتى حمار. كيجي زوين حسن ليا في الفران حسن فقط. وغادي نحتاج زيت الزيتون، الكميه اللي غادي نحتاجها على حسب الكميه اللي عندي ديال الزنجلان واللوز. اللوز حتى هو كذلك دخلته ومسحته ودخلته الفران تحمر، خليته بالقشور ديالو لان القشور تاع ما فيهم فوائد فقط. وغادي نحتاجوا العسل على حسب كل الامكانيات ديال الواحد والقدره الشرائيه ديالو. الا كان عندك عسل حار ديري راه كيجي واعر، وكيجي يعني تكملي المكونات ديالك كلهم بطريقه مزيانه وبطريقه صحيه. ما عندكش ديري عسل عادي، ما عندكش عسل عادي تقدر ديري سكر سنيده بلاص يعني مطحون. انا من بعد ما حمرته في الفران غادي نديرو في الحشوار وغادي نطحنو هو والزنجلان، غادي نطحنهم مزيان، غادي ندير الزيت طحن هو الاول عاد فاش غادي ندير عليه الزنجلان. من بعد ما نطحنو غادي نزيد عليه الزنجلان وغادي نطحنو مزيان عاد فاش ديك الساعه غادي نكمل الطريقه ديال املو. غادي نزيد الزنجلان في الهشوار، انا طحنتهم غير في الهشوار صراحه، طحنتهم مزيان. من بعد غادي نطحنهم تيطحن ليا مزيان، بينو بين الهشوار ما غاديش يطحنوا لك بودره ولا شي حاجه. المهم غادي نكمل انايا ملي نطحنو، غادي نديرو في كاس ديال الزاج وغادي نطحنو مزيان. هاهو طحنتو بهاد الطريقة كيما كتشوفو. غادي نديرو في كاس ديال الزاج وندير معاه زيت الزيتون وغادي نطحنو. انا درتو في كاس الزاج جاني بحال كتير شويه ما غاديش يطحن ليا مزيان، قسمتو على جوج عاد زدت ليه نقصتو خليت فيه غير النص، عاد نزيد عليه زيت الزيتون ونبدا نطحن. ملي غادي نطحنو ان شاء الله
وغادي نوريكم كيف غادي يكون. وغادي نزيد العسل على حساب الحلاوه اللي بغيتي، كاين اللي كيبغيها مجهده، كاين اللي كيبغيها عادي بين وبين. صراحه هو صحي، يعني في الخليط ما بين الزنجلان واللوز وزيت الزيتون، واللي عنده زيت ارغان راه بطبيعه الحال غادي يجي املو حقيقي 100%. يجي صراحه بنكهه زيت ارغان ثاني، راه شي حاجه اللي كتكون ثاني زوينه. واللي ما عندهاش زيت الزيتون كتشدي الزيت العاديه اللي باش كنطيبو، زيت بالاخص تكون ديك نوار الشمس، كتشديها كتسخنيها، كتسخنها واحد شويه، غير تسخنها واحد شويه وتخليها تتبرد، وتخليها تتبرد عاد طحنيها مع اللوز والزنجلان، كتجي تايا روعه وما كتبانش بانها دايره في الزيت العاديه. صراحه هي كتجي زوينه اللي ما عندوش زيت الزيتون وتشها املو وبغى شويه اللوز شويه ديال الزنجل، يدير هذه الطريقه حتى هو كيجي زوين مع سكر كلاصي، راه هي كتجي صراحه زوينه. انا من بعد ما نطحنو مزيان نخلط عندي مع الزيت والعسل، غادي نوريكم الخليط كيف غادي يجي. من بعد ما خلطو خليط هكا كي كيجي، كاين اللي كيبغي خفيف شويه، بغيتي تخليه ثقيل خليه ثقيل على حساب كل وكيف كيبغي. انا صراحه كيعجبني هكا. ونتمنى يعجبكم، صراحه كيجي غزال وكيجي بنين، جربوه وردوا عليا. ونتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه. كل كيعجبو خفيف كيخليه خفيف. هانتو شتو الخليط كيف انا خليتو، خليتو بهاد الطريقه كيجي غزال. انا كيعجبني هكا. ايوا بصحتكم وراحتكم، ونتمنى القناه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديما لايك ديما تعليق زوين، وبصحه والراحه.